السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا كلكم خير وصحة وسلامة. تكاثر النباتات المنزلية من خلال الماء، نعم ممكن أنه تكاثرون العديد من النباتات المنزلية باستخدام طريقة تسمى تكاثر بالماء أو الاستنبات المائي. وهي الطريقة تعتمد على وضع جزء من النبات بالماء حتى تنمو جذور جديدة، وبعدين ممكن أنه تزرعون النبات بالتربة، وبعض النباتات أيضا ممكن تستمرون بالحفاظ عليها تنمو بصحة جيدة بالماء. طبعا هذا الشيء يعتمد على نوع النباتات. اليوم راح نتكلم على الخطوات الأساسية لتكاثر النباتات المنزلية بواسطة الماء. مثل ما تشوفون هنا عندي عدة نباتات. عندي أولا نبات السجاد، هذا للأسف قبل تقريبا يومين أولادي كانوا يلعبون بالكرة، للأسف يعني الكرة هي بيتية داخل البيت، وضربوا نبات السجاد الصغير وكسروا اثنين من العقل. كسروها أول ما أنا لاحظت أنه كسروها قطعتها وزلت الأوراق السفلية من عدها وخليتها بالماء بهاي الطريقة محاولة لإكثارها ولإنقاذها، وبنفس الوقت أيضا شلت النبتة الأساسية الأم من مكانها وخليتها تحت الضوء، أعطيتها الري الكافي وإن شاء الله راح يعني تكون بصحة جيدة. أيضا عندي هنا نبات آخر حاولت أنه أكاثر عن طريق الجذور الهوائية، مثل ما تشوفون هنا عندي محاولة تكاثر عقلة أو شتلة صغيرة من الزعتر اللي هو ينمو خارج المنزل. وعندي أيضا نبات المينيسا الليمون بام، أيضا حاول أنه أكاثره، ومثل ما تشوفون هنا طلع القليل من الجذور البسيطة، وهاي قبل تقريبا 3 أيام من غرسه أو إدخاله بالماء. مثل ما تشوفون هنا تاخذ وقت هي طبعا. وايضا عندي اللبلاب النبات الاساسي اللي دا احاول انه اكاثره، والحمد لله والشكر تم بنجاح. مثل ما تشوفون هنا الجذور طالعه لاغلب النباتات، وهاي بعد مرور تقريبا 4-5 أيام والجو هنا دافي داخل المنزل. وبنفس الوقت ايضا مونتسرا ايضا حاولت انه اكاثرها عن طريق الجذور الهوائيه. مثل ما تشوفون هنا تقصون تحت العقده، وين اكو جذور هوائيه تحت العقده جواها تقصون بحيث أنه تكون الجذور الهوائية مبينة وتدخلوها بالماء بهاي الطريقة. طبعا المونتسيرا يعني أبطأ من اللبلاب وأبطأ من أي نبات ثاني بتجربتي لتكاثرة، وأيضا بعد يجي الزعتر ويجي اللمبام شوية بطيء عندي لكن مستمر إن شاء الله. هسه مرحلة تغيير الماء، تغيير الماء جدا مهم. أول ما تشوفون الماء مثل ما تشوفون هنا اتسخ شوية، صار عليه شوية غبار، غيروا كل 3-4 أيام بماء يفضل انه يكون ماء دافي على مايل على البرودة، وبعدين تخلوه هنا. طبعا مرحلة انه تخلوه تحت الضوء الزراعي اذا توفر عندكم هذا الشيء ايضا راح يسرع مرحلة الانبات ومرحلة ظهور الجذور القوية ان شاء الله. هاي احد الخيارات، وايضا ممكن تنجح عندكم بدون ما تستخدمون ضوء زراعي. نجي هنا للخطوات الاساسية لازم تعرفوها حتى تكاثرون النباتات المنزلية بواسطة الماء. اول خطوة هي تختارون النبات المناسب. ممكن انه تكاثرون العديد من النباتات المنزلية بهاي الطريقة، من اهمها عندنا البابونج، الفيروس، الفلندندرون، ايضا النعناع، المزوج، الفلفل الحار، اللبلاب بجميع انواعه. اختاروا نبات يكون صحي، يكون عنده جزء نباتي مائل للانحناء او ذو اوراق جذعيه قويه. من ناحيه رقم 2 هي قطع الجذع، اقطعوا جزء من النبات بواسطه مقص نظيف معقم وحاد، ويفضل انه تكون القطع طولها تقريبا ما بين 10 سنتيمتر الى 15 سنتيمتر وتحتوي على عقده او عقدتين او اوراق متكامله حتى تساعد بمرحلة التجذير. نقطة رقم 3 هي وتخلون الجذع في الماء، وضع الجذع في الماء من ناحية انه تستخدمون ماء نقي حتى يغمر العقدة او جزء من الساق، ويجب انه يكون الاوراق السفلية مغمورة في الماء. أما من ناحية رقم 4 هي العناية بالقطعة، تخلون الوعاء في مكان مشرق غير مباشر مثل نافذة تتلقى الضوء بطريقة معتدلة، مثل ما أنا خلت هنا دا أستخدم الضوء الزراعي الخاص، أو تخلوه تحت نافذة عادية، وتأكدون من تغيير الماء بانتظام حتى تحافظون على النقاء والنظافة، ويجب أنه يكون الماء بحالة جيدة وخالي من الرواسب. المرحلة الخامسة هي نمو الجذور، بعد مرور بضعة أيام تقريبا 3-4 أيام أسبوع بالأكثر راح تبدي الجذور الجديدة بالنمو من العقدة المغمورة، ويجب أيضا الانتظار حتى تنمو الجذور إلى طول معقول تقريبا ما بين 10-15 سنتيمتر تكون طول الجذور.